اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات التعليم الفني مع حلقه جديده ومراجعه ماده مراقبه الجوده للصف الثالث قسم ملابس الجاهزه. النهارده هناخد صيغه الاسئله وازاي الاسئله بتجينا في الامتحان. اول حاجه لازم اكون اقرا ورقه الاسئله كويس جدا واعرف الاول الاسئله، هل هو هيقول لي حل 4 اسئله فقط من 5 ولا هو جايب لي 4 اسئله واحلهم. يعني ايه لازم اقرا راس السؤال اللي فوق اجب عن الاسئله الاتيه ام ايه اختار 4 من ايه من ال5 اسئله اللي مديهم لي. واغلبيه الاسئله بتيجي ايه هم 4 اسئله فقط. طبعا لازم اقرا ورقه الاسئله كويس واعرف نوعيه الاسئله اللي جايه لي، وبعد كده ابدا اجاوب على السؤال اللي انا واثق فيه، وبعد كده اكمل بقيه الاسئله ونحل كل سؤال في صفحه. ايه دي راحة ليك وراحة للمصحح اللي بيصحح الورق. هناخد النهاردة بعض الأسئلة اللي بتيجي في الامتحان، جت في الامتحانات السابقة. هناخد نوعية الأسئلة دي وإن شاء الله نلاقوا منها في الامتحان بتاع مادة المراقبة. ناخد مع بعض كده، نبص مع بعضنا كده على أول سؤال. بيقول لي اختار من العبارات مجموعة ألف ما يناسبها من المجموعة ب. طبعا كل الطلبة معظمهم بيحبوا أسئلة الاختيار دي لأن هي بتبقى إيه سهلة بالنسبة لهم، لكن الأفضل إن أنا لما يجي لي سؤال الاختيار أقول الإجابة كاملة، يعني بكتب الجملة كاملة. المجموعة ألف ما يناسبها من المجموعة ب، بكتب الجملة كاملة ما بقولش أرقام إلا في حالة لو هو مرقم لي المجموعة ألف ومرقم لي المجموعة. نشوف مع بعض كده السؤال. بيقول لي هنا مديني مصطلحات علمية وبعد بختار من المجموعة ألف من المصطلح اللي متعرفها في المجموعة ب. أول حاجة بيقول لي التناسق، برنامج المراجعة، مجال المراجعة، الدليل الملموس، عميل المراجعة. طبعا المجموعة ب مديني مدى التطبيق والتنفيذ للمراجعة، هو شخص أو منظمة تطلب أجزاء مراجعة، مجموعة في المراجعات المطلوب تنفيذها في إطار زمن مخطط، تسليم جميع الخدمات بنفس النمط للعمل، هي السجلات أو حقائب مكتوبة أو أي معلومات أخرى ذات صلة بمعايير المراجعة. تعالوا نشوف الإجابة كده. أول حاجة بقول لي التناسق، التناسق هو إيه؟ هو تسليم جميع الخدمات بنفس النمط للعمل. تاني حاجة برنامج المراجعة، برنامج المراجعة اللي هو إيه؟ هو مجموعة في المراجعات المطلوب تنفيذها في إطار زمن مخطط. رقم 3 مجال المراجعة، مجال المراجعة تعريف ومدى التطبيق والتنفيذ للمراجعة. رقم 4 الدليل الملموس، دليل الملموس تعريفه هي السجلات أو حقائق مكتوبة أو أي معلومات أخرى ذات صلة بمعايير المراجعة. رقم 5 عميل المراجعة، بقول هو شخص أو منظمة تطلب أجزاء مراجعة. ده السؤال الأول في التوصيل. نيجي نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني جايب لي في المجموعة ألف قسم مراقبة جودة الخامات، توفر المعونات بالموقع، أحد عناصر جودة المنتج، أحد مجالات أنشطة هيئة التوحيد القياسي، جهاز قياس ثبات اللون. بختار من المجموعة ألف ما يناسبها من المجموعة ب. المجموعة ب مديني ضبط الجودة، غرفة بهتان اللون بالغاز، يضم مختبرات القياس بما يتلائم مع غرض المنشأة الإنتاجي، الراحة والاستخدام من العوامل الاقتصادية في اختيار موقع المصنع. تعالوا نشوف الإجابة. أول حاجة قسم مراقبة جودة الخامات، هو يضم مختبرات القياس بما يتلائم مع غرض المنشأة الإنتاجي. 2 توفر المعونات بالموقع، من العوامل الاقتصادية في اختبار موقع المصنع. 3 أحد عناصر جودة المنتج هي الراحة والاستخدام. أحد مجالات أنشطة هيئة التوحيد القياسي هي ضبط الجودة. جهاز قياس ثبات اللون هي غرفة بهتان اللون بالغاز. ده أسئلة التوصيل بتاعتنا. ناخد السؤال رقم 3 برضو، جايب لي في المجموعة ألف ما يناسبها من المجموعة ب. المجموعة ألف اختيار الماكينات المناسبة، المواصفات الخاصة، مراقبة جودة التشغيل، مراقبة جودة الخامات، اقتصادية النظام الرقابي ومرونته. في المجموعة ب كاتب جايب لي يضم مختبرات القياس بما يلائم غرض المنشأة الإنتاجي، من المتطلبات اللازمة للرقابة، تعد من أهم أسباب النجاح أو الفشل لأي مشروع، من أهم الطرق التي تسعى لرفع الإنتاجية،
ترتبط بنشاط محدد ويتم تطبيقها داخل المنشأة. نشوف الإجابة مع بعض. أول واحدة، اختيار الماكينات المناسبة تعد من أهم أسباب النجاح أو الفشل لأي مشروع. 2، المواصفات الخاصة هي ترتبط بنشاط محدد ويتم تطبيقها داخل المنشأة. 3، مراقبة جودة التشغيل هي من أهم الطرق التي تسعى لرفع الإنتاجية. 4، مراقبة جودة الخامات يضم مختبرات القياس بما يلائم غرض المنشأة الإنتاجي. 5، اقتصادية النظام الرقابي مرونته هي من المتطلبات اللازمة للرقابة. كده احنا جاوبنا على السؤالين. ناخد آخر سؤال في التوصيل، العوامل الأساسية، العوامل الاقتصادية، العوامل الفنية، التخطيط للمصنع، التسويق، جايب لي توفير خدمات الصيانة والخبرات والصناعات، تحقق القرب من مصادر المواد الأولية والعمالة، تحقق القرب من المصانع الأخرى وتوفر رأس المال. من المسائل الهامة التي تواجهها نجاح الإدارة، يعمل على زيادة عالية في كفاءة الأداء والمراقبة والإشراف. نشوف الإجابة بتاعتهم. أول حاجة، العوامل الأساسية هي تحقق القرب من مصادر المواد الأولية والعمالة. العوامل الاقتصادية هي تحقق القرب من المصانع الأخرى وتوفر رأس المال. العوامل الفنية توفير خدمة الصيانة والخبرات والصناعات. التخطيط للمصنع هو يعمل على زيادة عالية في كفاءة الأداء والمراقبة والإشراف. 5، التسويق من المسائل الهامة التي تواجهها نجاح الإدارة. احنا هنا بنقول ان اهم حاجة عندي في التوصيل ان انا بعد ما بعمل التوصيل واتأكد منه بكتب الجمل كاملة، ما برقمش الا لو هو مديني الترقيم بتاع مجموعة الف والترقيم بتاع المجموعة ب، لان الترقيم بيبقى ساعات لو انا رقمت برقم ايه خطأ، فالافضل ان انا اكتب الجملة كاملة. نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي اكمل العبارات الاتية. طبعا سؤال اكمل معظم الطلبة بتحبه برضو، لان هو ايه بيبقى عباراته ايه وانت بتكملها او عناصر، فبس بيعتمد على التركيز وكيفية الاجابة عليه. نشوف اول حاجة، الاهداف الرئيسية لوظيفة التخزين. ايه هي الاهداف الرئيسية لوظيفة التخزين؟ اول حاجة، الاهداف الرئيسية لوظيفة التخزين استلام المواد والمنتجات المطلوب تخزينها بدقة وبما يضمن سلامتها، ضمان تدفق المواد والمنتجات المخزونة للجهات المستفيدة في الوقت المناسب، المحافظة على المخزون من التلف والضياع والفقد، تقليل تكاليف التخزين إلى أقصى حد ممكن، استخدام المساحات المتاحة في المستودعات بما يضمن انسيابية تداول المواد المخزونة بكفاءة. هو هنا لما طلب مني قال طلب 3 نقط بس، انا طبعا هجاوب 5 ماشي، لكن ما جاوبش اقل من ال3 نقط اللي هو طالبها عشان ما نقص في الدرجات. انواع المخازن، هنا جايب لي 4 انواع للمخازن. ايه هما بقى انواع المخازن؟ مخازن حسب الملكية، مخازن او مستودعات حسب الموقع، مخازن حسب الاستمرار في العمل ومدة الاستخدام، مخازن حسب نوع المواد المخزنة، مخازن مستودعات حسب وظائف أو أهداف الشركة المالكة. دي أنواع المخازن. شوف السؤال اللي بعده، الموارد البشرية، تعريف الموارد البشرية. الموارد البشرية اللي هي إيه؟ هي الأفراد الذين يعملون في المنظمة. يبقى الموارد البشرية هي الأفراد الذين يعملون في المنظمة. الموارد المادية، ايه هي الموارد المادية؟ هي ايه؟ هي كل ما يوجد في المنظمة من مباني وأجهزة وآلات. يبقى الموارد المادية هي كل ما يوجد في المنظمة من ايه؟ من مباني وأجهزة وآلات. الموارد المالية هي كل المبالغ من المال التي تستخدم لتيسير الأعمال الجارية والاستثمارات الطويلة الأجل. المعلومات والأفكار، ايه هي المعلومات والأفكار؟ هي ايه؟ تشمل الارقام والحقائق والقوانين والانظمة. يبقى المعلومات والافكار هي تشمل الارقام والحقائق والقوانين والانظمة. تحديد معايير الاداء هي نقط التي يتم وضعها لقياس الاداء، نقط للمنتج ومن خلالها يتم عمل المقارنة
نقط ومنها نقط ونقط ونقط. تعالوا نشوف الإجابة إيه. برافو عليكم. تحديد معايير الأداء هي المقياس التي يتم وضعها لقياس الأداء الفعلي للمنتج، ومن خلالها يتم عمل المقارنة اللي هي القياس بالفعلي، ومنها معايير الرقابة على العدد والآلات، معايير الرقابة على المواد الخام، معايير الرقابة على مراحل الإنتاج، معايير الرقابة على جودة الإنتاج، معايير الرقابة على المستويات والمخازن. شو السؤال اللي بعده؟ الوقت. طبعا احنا عارفين ان السؤال الوقت ده بيتكرر كتير معانا وبيجي لنا في كذا صيغة، فيبقى يعتبر من الأسئلة الهامة اللي اللي بتجينا. نشوف الوقت هو ايه؟ هو الزمن المتاح لإنجاز العمل. يبقى الوقت هو الزمن المتاح لإنجاز العمل. السؤال اللي بعده، العناصر الرئيسية اللازمة لنجاح إدارة الجودة. العناصر الرئيسية اللازمة لنجاح إدارة الجودة، هو طالب مني 5 نقط، نشوفهم مع بعض. العناصر الرئيسية اللازمة لنجاح إدارة الجودة، القيادة الفعالة، الجودة المعتمدة على الرؤية، مشاركة العاملين في صياغة رؤية الجودة بالمنظمة، تحديد توقعات العميل واستراتيجية التطبيق، فرق العمل عبر الإدارة الوظيفية. يبقى العناصر الرئيسية اللازمة لنجاح إدارة الجودة هي إيه؟ هي القيادة الفعالة، الجودة المعتمدة على الرؤية، مشاركة العاملين في صياغة رؤية الجودة بالمنظمة، تحديد توقعات العميل واستراتيجية التطبيق، فرق العمل عبر الإدارة الوظيفية. نشوف السؤال اللي بعده، تشمل الأقسام للهيكل التنظيمي لأعمال القياس وجودة الإنتاج في مصانع وشركات الملابس الجاهزة كما هي. تشمل الأقسام للهيكل التنظيمي لأعمال القياس والجودة وجودة الإنتاج في مصانع وشركات الملابس الجاهزة كما يلي. هنشوف بتشمل الأقسام إيه بقى، تعالوا نشوفها مع بعض كده. تشمل 1 قسم مراقبة جودة الخامات الأساسية والمساعدة. يبقى قسم، أول حاجة قسم مراقبة جودة الخامات الأساسية والمساعدة. تاني حاجة قسم مراقبة المعدات والآلات اللي هي الصيانة. قسم مراقبة الأجزاء المكونة للمنتج النهائي. يبقى قسم مراقبة المعدات والآلات اللي هي بنقول عليها الصيانة، قسم مراقبة الأجزاء المكونة للمنتج النهائي. إدارة قسم مراقبة مراحل الإنتاج. إدارة قسم الفحص النهائي. إدارة الإحصائية الخاصة. هو طلب مني 3، أنا جاوبت هنا 6، بس هو مش شرط تجاوب 6، أنت تجاوب 3 عشان تاخد الدرجة كاملة. حطيت 6 يبقى كده أنت بتبين أنت مذاكر المادة كويس جدا. شوف النقطة اللي بعديها، العوامل التي تؤثر على اختيار وحجم ومصنع وموقع المصنع. ايه هي العوامل التي تؤثر على اختيار حجم وموقع المصنع؟ تعالوا نشوفها مع بعض كده. او العوامل الأساسية، العوامل الاقتصادية، العوامل الفنية، تخطيط المصنع وأهميته في جودة الإنتاج. يبقى اول حاجة العوامل الأساسية، العوامل الاقتصادية، العوامل الفنية، تخطيط المصنع وأهميته في جودة الإنتاج. شوف السؤال اللي بعده، الخصائص العامة لمواصفات الجودة لمستلزمات الإنتاج. إيه هي الخصائص العامة لمواصفات الجودة لمستلزمات الإنتاج؟ تعالوا نشوف الخصائص مع بعض. أول حاجة الخصائص الطبيعية أو الكيميائية، المطابقة في الشكل والقياس والتركيب، الخصائص المتعلقة بالمظهر العام، سهولة الاستخدام، الكفاءة، الوفرة في التكاليف، المنفعة من الاستخدام. يبقى دي الخصائص العامة لمواصفات الجودة لمستلزمات الإنتاج. السؤال اللي بعده، مبادئ الجودة قائمة على، مبادئ الجودة قائمة على، قائمة على إيه؟ تعالوا نشوفها مع بعض. مبادئ الجودة قائمة على المنتج، المستخدم، التصنيع، القيمة. يبقى مبادئ الجودة قائمة على إيه؟ على المنتج، على المنتج اللي أنا بطلعه، على المستخدم اللي هيستخدم المنتج، على التصنيع اللي هي خطوات التصنيع، على القيمة اللي بيديهاني المنتج. رقم 13، تعتبر نقط عنصر أساسي لتحديد
المنتج نقط من نقط والتي تعتمد على 3 عناصر رئيسية هي ايه؟ تعالوا نشوفها كده مع بعض. زي ما انتوا بتقولوا كده صح، تعتبر الجودة عنصر اساسي لتحديد المنتج الجيد من الرديء، والتي تعتمد على 3 عناصر رئيسية هي التصميم، الخامات، التصنيع والتشطيب. يبقى هي دي ايه العناصر الاساسية اللي بتعتمد عليها ايه الجودة؟ التصميم، الخامات، التصنيع والتشطيب. شوف رقم 4 بقى، مراحل الرقابة على الخط الانتاجي. مراحل الرقابة على الخط الانتاجي، ايه هي مراحل الرقابة على الخط الانتاجي؟ مراحل الرقابة على الخط الانتاجي تحديد معايير الاداء، قياس الاداء الفعلي، مقارنة الاداء الفعلي بالمعايير القياسية، مصادر وتصحيح الانحرافات. يبقى دي مراحل الرقابة على الخط الانتاجي، تحديد معايير الاداء، قياس الاداء الفعلي، مقارنة الاداء الفعلي بالمعايير القياسية، مصادر وتصحيح الانحرافات. رقم 5، قياس الاداء الفعلي هو نقط في مراحل نقط، وتعتمد على 4 نقط، 5 نقط نشوفهم مع بعض كده. قياس الأداء الفعلي هو الخطوة الثانية في مراحل الرقابة. يبقى قياس الأداء الفعلي هو الخطوة الثانية في مراحل الرقابة، وتعتمد على إعداد خطة مباشرة والتقارير، الوقوف على مصادر الانحراف في الأداء. يبقى بتعتمد على إيه؟ على إعداد خطة مباشرة والتقارير والوقوف على مصادر الانحراف في الأداء. النقطة اللي بعدها، يجب أن يتضمن النظام الرقابي 3 نقط. يجب أن يتضمن النظام الرقابي 3 نقط نشوفهم مع بعض. يجب أن يتضمن النظام الرقابي مواطن أو أماكن الرقابة والمطلوب التركيز عليه، أين ستنفذ عملية الرقابة، تحديد المسؤول عن وضع المعايير، تحديد المسؤولين عن دراسة الانحرافات، تحديد المسؤولين عن معالجة الانحرافات، تحديد المسؤولين عن وسائل القياس. النقطة اللي بعدها، من أساليب القياس 3 نقط. من أساليب القياس 3 نقط هنشوفهم مع بعض. من أساليب القياس سجلات الإنتاج، التقارير، التقارير الخاصة بأداء الأفراد العاملين، القوائم المالية، البحوث الميدانية. يبقى من أساليب القياس سجلات الإنتاج، التقارير، التقارير الخاصة بأداء الأفراد العاملين، القوائم المالية، البحوث الميدانية. يبقى دي من أساليب القياس هي سجلات الإنتاج، التقارير، التقارير الخاصة بأداء الأفراد العاملين، القوائم المالية، البحوث الميدانية. من العيوب التي تحدث أثناء القص، يبقى أثناء القص بتحصل بعض العيوب. احنا عارفين ايه العيوب اللي بتحصل اثناء القص، زي ما احنا اخدناه قبل كده، اطراف منسله او ممزقه، انصهار طبقه مع طبقه اخرى، يعني طبقات تمسك في بعضها، عدم دقه البطرون. يبقى دي من العيوب اللي بتحدث اثناء القص، يبقى في اطراف، في تنسيل في اطراف القماش، او في تشقيق او تمزيق في مكان المقص وانا بقص، انصهار طبقة مع طبقة أخرى، يعني طبقات القماش تلزق في بعضها نتيجة سخونية المقص، عدم دقة البطرون، لو البطرون مش مرسوم صح يطلع لي القطع بتاعة البطرون اللي أنا قصتها غلط. شوف النقطة اللي بعدها، من العيوب التي يمكن حدوثها في عملية الفرد، إيه اللي ممكن يحدث أثناء عملية الفرد؟ يبقى من ضمن العيوب، اول حاجه عندي طبعا عدد طبقات القماش غير كافيه بالنسبه لكميه الملابس المطلوب انتاجها. عدد طبقات القماش غير كافيه بالنسبه لكميه الملابس المطلوب انتاجها، يعني انا دلوقتي لصيت الطبقات، فالطبقات طلعت اقل من من المنتج المطلوب يطلع، المفروض يطلع مني ايه في الفرشه دي. ضيق عرض القماش، يعني انا لما جيت حطيت القماش حطيت عرض اقل من العرض المطلوب. طبقات القماش ليست موضوعة في اتجاه الصحيح، يعني أنا حطيت طبقات القماش
وطلع القماش محطوط غير صحيح، يعني الاتجاه بتاع النسيج مش محطوط صح. يبقى دي من العيوب التي يمكن حدوثها في عملية ايه؟ في عملية الفرد. نركز فيها كويس قوي مع بعض. من اهداف المراقبة على التشغيل، من اهداف المراقبة على التشغيل، اول حاجة ملائمة التصميم المطابقة مع التصميم، اتاحة المنتج للاستخدام، الاعتمادية، القابلية للصيانة، سهولة التصنيع. يبقى دي من اهداف المراقبة على التشغيل. يبقى من اهداف المراقبة على التشغيل ايه؟ ملائمة التصميم المطابقة مع التصميم، اتاحة المنتج للاستخدام، الاعتمادية، القابلية للصيانة، سهولة التصنيع. شوف السؤال اللي بعده. من مجالات انشطة الهيئة، من مجالات انشطة الهيئة، ايه هي مجالات انشطة الهيئة؟ اول حاجة التوحيد القياسي، ضبط الجودة، المعايرة، جودة الانتاج، نظام علامة المطابقة، نظام علامة الجودة، خدمات المعلومات، العلاقات الدولية. يبقى دي من مجالات انشطة الهيئة ايه؟ التوحيد القياسي، ضبط الجودة، المعايرة، جودة الانتاج، نظام علامة المطابقة، نظام علامة الجودة، خدمة المعلومات، العلاقات الدولية. شوف السؤال اللي بعده. بيقول لي هنا فرد القماش تحت نقط يجعله يتقلص نقط مما يسبب نقط أجزاء المنتج. برافو عليكم. فرد القماش تحت تأثير الشد يجعله يتقلص بعد الفحص مما يسبب ثغر أجزاء المنتج. يبقى دي من عيوب ايه؟ من عيوب فرد القماش. من مواصفات الخيوط المطابقة للجودة ان يكون نقط الخيط منتظم، ويمكن عمل نقط واضحة اثناء تكوين الغرزة. من مواصفات الخيوط المطابقة للجودة ان يكون قطر الخيط منتظم، ويمكن عمل عروة واضحة اثناء تكوين الغرزة. السؤال بعد. من أهداف المواصفات القياسية حماية نقط ونقط وزيادة قدرة نقط للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية ونقط. من أهداف المواصفات القياسية حماية المنتج والمستهلك وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. السؤال اللي بعده. الموارد البشرية هي نقط الذين يعملون في المنظمة. هي ايه بقى؟ برافو، الافراد. يبقى الموارد البشريه هي الافراد الذين يعملون في المنظمه. السؤال اللي بعديه. الموارد الماديه هي كل ما يوجد في نقط من اجهزه ونقط ومباني. لسه قايلين لها من شويه. يبقى هي ايه؟ هي الموارد الماديه هي كل ما يوجد في المنظمه من اجهزه والات ومباني. السؤال اللي بعده. تحديد المشكلة من نقط الأسلوب العلمي. بتحديد المشكلة من إيه؟ من خصائص. يبقى تحديد المشكلة من خصائص الأسلوب العلمي. التبسيط هو اختصار عدد نقط للمنتجات إلى العدد الذي يكفي لمواجهة نقط في وقت معين. التبسيط هو اختصار عدد النماذج للمنتجات إلى العدد الذي يكفي لمواجهة الاحتياجات السائدة في وقت معين. رضا العميل هو رأي العميل عن نقط تحقيق متطلباته. رضا العميل هو رأي العميل عن درجة تحقيق متطلباته. التصنيف نقط في حالة الظواهر التي نقط حسب خاصية نوعية. تعالوا نشوفها كده. التصنيف النوعي في حالة الظواهر التي تقاس حسب خاصية نوعية. يبقى التصنيف النوعي في حالة الظواهر التي تقاس حسب خاصية نوعية. أنواع خرائط الرقابة على الجودة. أنواع خرائط الرقابة على الجودة. نشوفها كده. أنواع خرائط الرقابة على الجودة. ورقة المراقبة، رسم المراقبة البياني، خرائط انسيابية. يبقى أنواع خرائط الرقابة على الجودة، ورقة المراقبة، رسم المراقبة البياني، خرائط انسيابية.
دي كده احنا خلصنا النقط. طيب احنا كده لما يجي لنا في الامتحان نقط او اكمل، ممكن اكتب الاكمل فقط، يعني اكتب الايه العبارات اللي انا المفروض هحطها مكان النقط، او اكتب الجمله كامله بس احط خط تحت ايه تحت الكلمه اللي هي المفروض مكان النقط. يعني ده اللي يريحكم، ممكن تعملوه في الايه في الحالتين، يا اما تكتب العبارات تكمل العبارات وتكتب العبارات بس اللي هي بتاعت النقط، او ايه تكتب الجمله كامله. هنكمل بقية الأسئلة مع بعض. هنا طبعا برضو السؤال ده أكترية الطلبة برضو بتحبه، اللي هو صح وخطأ. هنا ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. ركز أوي في قراية الأسئلة علشان أعرف إذا كان إيه السؤال صح أم خطأ. ممكن أكتب صح وممكن أكتب خطأ، ممكن اعمل علامه صح وعلامه خطا. يا ريت ما حدش يعمل علامتين مع بعض، عشان كده ما بتحسبش السؤال صح. نشوف اول سؤال. من خصائص الاسلوب العلمي حل المشكلات. من خصائص الاسلوب العلمي حل المشكلات، احنا مش لسه جاوبينه من شويه في اكمل؟ مظبوط، يبقى ايه صح. يبقى من خصائص ايه الاسلوب العلمي حل ايه المشكلات. نشوف السؤال اللي بعده. من واجبات قسم مراقبة المعدات تحديد الدقة اللازمة وأجزائها. من واجبات قسم مراقبة المعدات تحديد الدقة اللازمة وأجزائها. الإجابة إيه؟ برافو عليك، صح. شوف السؤال اللي بعده. يعتبر قسم مراقبة الإنتاج هو العمود الفقري في الرقابة الوقائية. يعتبر قسم مراقبة الإنتاج هو العمود الفقري في الرقابة الوقائية. إجابة إيه؟ صح. ماشي، هو كل الإجابات صح؟ هنشوف. من شروط التطبيق للأسلوب العلمي في مجال إدارة الموارد البشرية وجود مقاييس ومعايير. من شروط التطبيق للأسلوب العلمي في مجال إدارة الموارد البشرية وجود مقاييس ومعايير. إجابة صح طبعا. من خصائص الأسلوب العلمي لحل المشاكل الإدارية تقييم القرارات والتصرفات. من خصائص الأسلوب العلمي لحل المشكلات الإدارية تقييم القرارات والتصرفات. إجابة طبعا خطأ. لا تقع مسؤولية إدارة الإحصائيات الخاصة على جميع أفراد جهاز الرقابة الفنية. لا تقع المسؤولية مسؤولية إدارة الإحصائيات الخاصة على جميع أفراد جهاز الرقابة الفنية. ده الكلام ده ينفع؟ لا تقع طبعا، يبقى ده الكلام ده إيه؟ خطأ. من تحليل البيانات والمعلومات من نتائج تطبيق الأسلوب العلمي في إدارة الموارد البشرية. من تحليل البيانات والمعلومات تحليل البيانات والمعلومات من نتائج تطبيق الأسلوب العلمي في إدارة الموارد البشرية. طبعا إيه؟ خطأ. من أهداف الرقابة على جودة العمليات الإدارية الاستخدام الأمثل للموارد. من أهداف الرقابة على جودة العمليات الإدارية الاستخدام الأمثل للموارد. طبعا إجابة إيه؟ خطأ. ليس من الضروري اختيار حجم الموقع عند إقامة المنشأة الصناعية. لا طبعا، ده الكلام ده غلط. ليس من الضروري اختيار حجم الموقع عند إقامة المنشأة الصناعية. طبعا إيه؟ الكلام ده ايه؟ خطأ. من اهداف التخزين ضمان تدفق الموارد والمنتجات للجهات المستفيدة. من اهداف التخزين ضمان تدفق الموارد والمنتجات للجهات المستفيدة. طبعا ايه؟ صح، ان انا بخزن عشان يبقى فيه استفادة من المواد دي. من الشروط اللازمة لتحقيق اهداف ادارة المخازن زيادة المواد الراكدة. من الشروط اللازمة لتحقيق أهداف إدارة المخازن زيادة الموارد الراكدة. طبعا إيه؟ خطأ، إن أنا مش عايزة الموارد عندي تبقى زيادة، عايزاها تقل. عند اختيار الخيط الصحيح من أجل غرض ما محدد يجب مراعاة حجم الخيط اللي هي نمرة الخيط. عند اختيار الخيط الصحيح من أجل غرض ما محدد يجب مراعاة حجم الخيط اللي هي نمرة الخيط. طبعا صح، لازم أكون محددة نمرة الخيط. يلاحظ أن الخيط المستخدم في ماكينة الحياكة تبرم دائما على شكل حرف زد.
يلاحظ أن الخيط المستخدم في ماكينة الحاكة تبرم دائما على شكل حرف زد. طبعا ايه صح. عند تحديد مستوى الجودة لمستلزمات الإنتاج نراعي الخصائص الطبيعية أو الكيماوية. عند تحديد مستوى الجودة لمستلزمات الإنتاج براعي ايه؟ براعي الخصائص الطبيعية أو الكيميائية. الكلام ده ايه؟ صح. ده لازم أراعي دول. مستلزمات الإنتاج الجيدة لا تعطي الملبس مصدر قيمة جمالية إضافية. ايه ده الكلام ده؟ مستلزمات الإنتاج الجيدة، مستلزمات الإنتاج الجيدة، نقرأ السؤال كويس، لا تعطي الملبس مصدر قيمة جمالية إضافية. يعني ما بتديش للملبس مصدر قيمة جمالية إضافية. طبعا الكلام ده ايه؟ غلط. لا ده بتدي مصدر. القرب من مصادر المياه من العوامل الاقتصادية التي تؤثر على اختيار حجم المصنع. القرب من مصادر المياه من العوامل الاقتصادية التي تؤثر على اختيار حجم المصنع. طبعا ايه؟ خطأ. كتب الجودة في قطاع الملابس هو الوثيقة الأساسية المستخدمة للاسترشاد والتطبيق لنظام الجودة. كتب الجودة في قطاع الملابس هو الوثيقة الأساسية المستخدمة للاسترشاد والتطبيق لنظام الجودة. طبعا ايه صح. التدريج هو مدى مطابقة أجزاء المنتج قبل تجميعه في صورة منتج نهائي. التدريج هو مدى مطابقة أجزاء المنتج قبل تجميعه في صورة منتج نهائي. طبعا خطأ. الماركر هو رسم ورق يتم طباعته بواسطة الكمبيوتر ويتم تصميمه بحيث يحوي أجزاء الموديل. الماركر هو رسم ورق يتم طباعته بواسطة الكمبيوتر ويتم تصميمه بحيث يحوي أجزاء الموديل. طبعا صح. التوحيد القياسي عبارة عن فلسفة إدارة تتكامل المداخل هدفها تحقيق النجاح طويل الأمد. يبقى التوحيد القياسي عبارة عن إيه؟ فلسفة إدارة متكاملة المداخل هدفها تحقيق النجاح طويل الأمد. يعني الهدف من التوحيد القياسي إيه؟ إيه؟ توحيد في تكامل داخل النجاح عشان نوصل لإيه؟ للنجاح طويل الأمد. طبعا ايه ده خطأ. تبدأ الجودة في مرحلة القص بعد رسم النماذج والتعشيق ثم القص والتركيب. تبدأ الجودة في مرحلة القص بعد رسم النماذج والتعشيق ثم القص والتركيب. مش المفروض ان هي بتبدأ من اول رسم النموذج ده؟ صح. يتم فحص الأقمشة ومستلزمات الإنتاج قبل البدء في عملية الإنتاج. يتم فحص الأقمشة ومستلزمات الإنتاج قبل البدء في عملية الإنتاج. طبعا إجابة إيه؟ صح. أهداف تخطيط التصميم عدم تحديد مسؤولية الإدارة. أهداف تخطيط التصميم عدم تحديد مسؤولية الإدارة. إيه الكلام ده؟ طبعا غلط. الإدارة عندي مسؤولة. أهداف الرقابة على التشغيل سهولة التصنيع. أهداف الرقابة على التشغيل سهولة التصنيع. طبعا إيه؟ صح. شوف السؤال اللي بعده. يجب أن تتضمن النظام الرقابي تحديد المسؤولين عن وضع المعايير. يجب أن تتضمن النظام الرقابي تحديد المسؤولين عن وضع المعايير. طبعا إجابة إيه؟ صح. تتم عملية المراقبة في بعض مراحل الإنتاج المتنوعة في صناعة الملابس الجاهزة. تتم عملية المراقبة في بعض مراحل الإنتاج المتنوعة في صناعة الملابس الجاهزة. طبعا إجابة إيه؟ خطأ. نيجي بقى للسؤال اللي هو في فكرة وفي تركيز وفي إجابة، لازم تكون الإجابة بتاعتنا مترتبة صح. هنا بيقول لي رتب، يعني أنا هيديني مجموعة من الجمل أو العناصر وأنا أبدأ أرتبها حسب المطلوب في رأس السؤال. هو بيجي سؤال واحد بس رتب، بس احنا عاملين هنا، عاملين لكم هنا مجموعة من الأسئلة. أول سؤال بيقول لي رتب عملية الرقابة في كل مرحلة، في كل مراحل الإنتاج في صناعة الملابس الجاهزة. يعني هو هيديني المراحل وأنا أعمل عملية ترتيب مين الأول مين التاني مين التالت. تعالوا نشوفها كده مع بعض.
مراقبة الجودة في مراحل الكي والتغليف، مراقبة الجودة في مراحل التخزين، مراقبة الجودة في مراحل التصميم، مراقبة الجودة في مراحل القص، مراقبة الجودة في مراحل النماذج والتعشيق، مراقبة الجودة في مراحل الحياكة والتجميع. طبعا أنا لما أشوف ده هقول آه دي متلخبطة، في حاجات مكتوبة قبل حاجات، لأ لازم أعملها بالترتيب. يبقى أنا أجي نرتبها مع بعض كده. يبقى أول حاجة مراقبة الجودة في مراحل التصميم، لأن أنا ببدأ الأول في إيه؟ في تصميم. بعد كده مراقبة الجودة في مراحل النماذج والتعشيق، بعد التصميم بعمل النماذج والتعشيق. بعد كده مراقبة الجودة في مراحل القص، اللي هو بيبدأ إيه بعد إيه؟ بعد ما بعشق ببدأ إيه؟ أقص اللي فصل قطع البترول. بعد كده مراقبة الجودة في مراحل الحياكة والتجميع، لأن بعد ما أقص ببدأ أوزع القطع القماش اللي عندي القطع المنتج على الماكينات الحياكة، وإيه عشان يبدأوا يجمعوا إيه القطع دي ويعملوا لي المنتج. رقم خمسة مراقبة الجودة في مراحل الكي والتغليف، اللي هي المرحلة الإيه النهائية، إن أنا ببدأ بعد ما المنتج بيخرج من الخط الإنتاجي بيبدأ بكويه وبعد كده أغلفه. مراحل الجودة في مراحل التخزين، اللي هو ان انا هبدأ اخزن المنتج علشان ابدأ انزله ايه السوق واعمله التسويق بتاعه. ده كده السؤال الاولاني بتاع رتب. نشوف السؤال التاني، بيقول لي رتب خطوات تحسين الجودة. رتب خطوات تحسين الجودة، تعال نشوفها كده. تفسير المعلومات اللي هي بيانات، جمع وتصنيف المعلومات اللي هي بيانات، التقييم، التخطيط، تحليل المشكلة، التعرف على المشكلة. طبعا هنا مش مترتب فعلا، ومفروض ان انا ابدا ارتبه حسب ايه كل حاجه. بدايه كل حاجه، اول حاجه المفروض ان هي التعريف، التعرف على المشكله. اول حاجه لازم اكون ايه بعرف اعرف المشكله ايه. بعد كده اعمل تحليل للمشكله، بحلل المشكله اللي عندي. بعد كده بعمل ايه، بعمل التخطيط عشان احل المشكله دي. بعد كده جمع وتصنيف المعلومات، اللي هي بجمع المعلومات واعمل لها عملية تصنيف. رقم خمسة تفسير المعلومات، بفسر المعلومات اللي جاتلي. رقم ستة التقييم، وهو تقييم الايه النتائج اللي انا وصلت لها. السؤال اللي بعد كده، رتب الخطوات الأساسية التي وضعتها الهيئة لوضع المواصفات القياسية. رتب الخطوات الأساسية التي وضعتها الهيئة لوضع المواصفات القياسية. تعالوا نشوف السؤال مع بعض كده. توزيع مشروعات المواصفات القياسية على جميع الجهات المعنية التي لم تمثل في اللجان لإبداء الرأي قبل اتخاذ الخطوات النهائية لاعتماد المواصفات. بقول هنا ايه توزيع على طول كده، توزيع مشروعات المواصفات القياسية على جميع الجهات المعنية التي لم تمثل في اللجان لإبداء الرأي قبل اتخاذ الخطوات النهائية لاعتماد المواصفات. الوقوف على مدى خبرة القائمين بالإنتاج ومهاراته. الوقوف على مدى خبرة القائمين بالإنتاج ومهاراته. دراسة إمكانية الإنتاج المحلي والتعرف على الصعوبات التي قد تعترض تطبيق المواصفات القياسية. التعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والمنتجات التي يراد وضع مواصفاتها. تحديد برنامج وضع المواصفات في أول كل عام بحيث تواجه الاحتياجات الفعلية وتقوم بوضع أي تجديد مع الأخذ في الاعتبار إعطاء الأولوية للمنتجات المعدة للتصوير. التعرف على الإمكانيات المعملية لإجراء الفحوص والاختبارات في المصانع المنتجة ضمانا لضبط جودة الإنتاج. تمثيل المنتجين والمستهلكين وكل من يهمهم الأمر في جميع مراحل وإعداد وصيانة المواصفات القياسية. مواجهة المشاكل مشاكل التوحيد القياسي بطريقة عملية إيجابية تتفاعل مع خطة التنمية الصناعية وإمكانية الصناعة. نيجي بقى لترتيبه، هما كده مترتبين ترتيب عشوائي. تعالوا بقى اول حاجه نعمل ايه بقى. اول حاجه بعمل دراسه امكانيات الانتاج المحلي والتعرف على الصعوبات التي قد تعترض تطبيق المواصفات القياسيه. يبقى اول حاجه بعمل دراسه، دي صح كده. تاني حاجه التعرف على الامكانيات المعمليه لاجراء الفحوص والاختبارات في المصنع مصانع المنتجه ضمانا لضبط جوده الانتاج.
الوقوف على مدى خبرة القائمين بالإنتاج ومهاراته. 4. التعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والمنتجات التي يراد وضع مواصفاتها. تمثيل المنتجين والمستهلكين وكل من يهمهم الأمر في جميع مراحل إعداد وصيانة المواصفات القياسية. توزيع مشروعات المواصفات القياسية على جميع الجهات المعنية التي لم تمثل في اللجان لإبداء الرأي قبل اتخاذ الخطوات النهائية لاعتماد المواصفات. تحديد برنامج وضع المواصفات في أول كل عام بحيث تواجه الاحتياجات الفعلية وتقوم بوضع أي تجديد مع الأخذ في الاعتبار إعطاء الأولوية للمنتجات المعدة للتصوير. مواجهة المشاكل اللي هي التوحيد القياسي بطريقة عملية إيجابية تتفاعل مع خطة التنمية الصناعية وإمكانية الصيانة. كده إحنا عملنا الثمان عناصر رتبناهم ترتيب صحيح. تعال نشوف السؤال اللي بعده. رتب الخطوات التالية وفق مراحل الرقابة على خط الإنتاج. رتب الخطوات التالية وفق مراحل الرقابة على خط الإنتاج. قياس الأداء الفعلي، تحديد معايير الأداء، تصحيح الانحرافات، مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير. طبعا احنا هنا شايفينهم فعلا متلخبطين، هنرتبهم مع بعض. يبقى أول حاجة تحديد معايير الأداء، قياس الأداء الفعلي، مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير، بعد كده آخر حاجة تصحيح الانحرافات. شوف السؤال اللي بعده. هنا بقى دي سؤال مقالي من الأسئلة المقالية، بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي ما هي الشروط المناسبة لإنتاج منتج وفق متطلبات الجودة؟ ما هي الشروط المناسبة لإنتاج منتج وفق متطلبات الجودة؟ تعالوا نشوف السؤال مع بعض. أول حاجة توفير نظام مراقبة على جميع المستويات، لازم أكون موفر نظام مراقبة على جميع المستويات. تاني حاجة توفير عناصر جيدة للقيام بالأعمال المطلوبة، توفير عناصر جيدة للقيام بالأعمال المطلوبة. تلاتة السعي الدائم لتأمين متطلبات العميل وإرضاء، لازم أكون بعمل سعي دائم لإرضاء العميل وأشوف متطلباته إيه. الصيانة والحفاظ على الآلات والتجهيزات بأفضل صورة ممكنة لإنتاج منتج جيد أو خدمة مميزة. تأمين التدريب والتأهيل اللازمين للوصول لمنتج جيد، لازم يكون عندي دايما تدريب وتأهيل للوصول لمنتج جيد أو خدمة مميزة يناسب متطلبات العميل. تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بصورة دقيقة، لازم أكون محدد الصلاحيات والمسؤوليات بصورة دقيقة. ضبط الموارد والمشتريات، التحسين المستمر للعمليات. الضبط والتحليل الدائم للعمليات، القياس والمراقبة المستمرة لأداء العاملين. دي كده دي احنا خلصنا السؤال. نشوف السؤال اللي بعده بقى، بيقول لي ايه؟ بيقول لي ما هي شروط الفحص والاختيار؟ ما هي شروط الفحص والاختيار؟ تعالوا نشوفها مع بعض بقى. اول حاجه الفحص النظري. اول حاجه الفحص النظري. يعني ايه فحص نظري؟ يقول لك يتبع قياس ابعاد الملابس الجاهزه، توضع القطع على منضده مسطحه وتفرد باليد، بفرد يعني القطعه دي باليد دون شد، ثم تقاس الأبعاد وفقا للطرق المنصوص عليها في المواصفات القياسية. يعني أنا بجيب قطعة الملابس اللي أنا تم تنفيذها وأحطها على المنضدة وأبدأ أعمل أقيسها، أقيس كل حتة جزء فيها بالتفصيل عشان أشوف هي مطابقة للمواصفات اللي احنا حاطينها ولا لأ. ده أول حاجة، ده اسمه الفحص النظري. الفحص العملي بقى، التغير في الأبعاد، هل في تغير في الأبعاد ولا لا؟ يجرى اختبارات الثبات على الأبعاد وفق المواصفات والقياسات والتجارب المنصوص عليها بالهيئة العامة للمواصفات والجودة. يبقى أنا بعمل أشوف التغيير في الأبعاد، بعمل اختبارات الثبات على الأبعاد، يعني بشوف الأبعاد بتاعتي والمواصفات والقياسات اللي أنا حطاها مطابقة للمواصفات
والجودة ولا لا، اللي هي المواصفات العامة اللي بتاعت الهيئة والجودة ولا لا، ده الفحص العملي. ومن أهمها اختيار درجة ثبات اللون الغسيل، يعني بشوف اللون اللي أنا اخترته ده ثابت ولا مش ثابت، درجة ثبات اللون العرق، درجة ثبات اللون الضوء، درجة ثبات اللون الاحتكاك. يعني أنا بشوف درجة ثبات اللون لكل ده، للغسيل وللعرق وللاحتكاك وللضوء، بشوف درجة الثبات. طيب هنا بقى السؤال بيقولي ما الآثار السلبية المترتبة على عدم الاهتمام بالمخازن؟ يعني ايه الأضرار السلبية اللي هتترتب على عدم الاهتمام بالمخازن؟ يعني انا لو ما اهتمتش بالمخازن اللي عندي اللي بخزن فيها الموارد بتاعتي، هيكون ايه هي الاضرار بقى او الاثار اللي هتنتج عن ده؟ تعالوا نشوفها مع بعض. اول حاجة تلف المخزون، يعني الحاجات اللي موجودة جوه المخزن هتبوظ. يكلف الشركة او المؤسسة بمبالغ كبيرة كأن يمكن استثمارها في تنفيذ او تأمين اصناف اخرى. يعني انا دلوقتي بكلف الشركة لو حصل تلف في المخزون، بكلف الشركة مبالغ كبيرة جدا، لان انا هضطر اشتري ايه اصناف غيرها. توقف الانتاج، كده الانتاج عندي هيقف كنتيجة لايه، لانتهاء المخزون او عدم تأمين الاصناف في الوقت المناسب. يبقى توقف الانتاج نتيجة ان الايه الانتاج انتهاء صلاحية المخازن دي او عدم تأمين الأصناف اللي موجودة، اللي هي ايه اللي هيتم بيها المنتج، تصنيع المنتج. زيادة المواد الراكدة، هيبقى عندي حاجات المواد موجودة جوه المخزن في ركود عندي لان انا ما بستخدمهاش. ان عدم وجود دراسات مستمرة لقياس مستويات المخزون وانواع المواد المخزونه يؤدي الى زياده الاصناف والمواد الراكده. يعني انا هيبقى عندي مواد كتيره جدا مخزونه وما بستخدمهاش، وده بيسبب عبء عندي في المخزن وبيسبب عبء على المصنع، بيكلف المصنع ان انا بشتري مواد وبركنها عندي وانا مش هستخدمها ومش هحتاجها في حاجه. ان جميع المشكلات التي تم ذكرها سابقا ناتجه عن عدم اهتمام الاداره بالمخازن. يعني انا كل ده بسبب ايه؟ بسبب ان الاداره عندي شغلها مش مظبوط، يعني الاداره عندي مش مهتمه بالمخازن، مش بتعمل جرد للمخازن باستمرار، مش بتشوف ايه اللي موجود عندي زياده، ممكن اشوف فرع تاني للشركه اديله المواد المخزونه عندي، او ان انا ابيعها بدل ما تبوظ وان انا ما استفدش منها. نيجي بقى نشوف السؤال اللي بعده، ما هي طرق سحب العينات للفحص؟ كيفية ايه هي الطرق عشان اسحب العينات للفحص؟ العينات اللي انا عملتها هسحبها ايه؟ اعمل لها فحص عشان اشوفها هي مطابقة للمواصفات ولا لا. ايه هي الطرق دي؟ نشوفها مع بعض. اول حاجة تؤخذ العينات بطريقة عشوائية، يعني انا هاخد العينات دي بطريقة عشوائية، مش هكون محددة ايه اللي هاخده، هسحب اي عينة عشوائي كده عشان اي اشوف عليها اقيس عليها ايه المواصفات. رقم 2 الا تزيد وحدات التعبئة المسحوبة للفحص عن 10%، يعني ما اخدش اكتر من 10% من ايه من العينات دي من الوحدات الموجودة داخل المصنع او المخازن التابعة او الطرد او الرسالة، وبحد ادنى 12 وحدة، يعني هم ما يزيدوش عن ايه 10% بعدد 12 وحدة. رقم 3 لا يقل عدد القطع التي يجرى قياس ابعادها عن عدد 3 قطع من المقاس او الرمز الواحد. يعني انا دلوقتي عندي مثلا في الملابس 3 مقاسات، باخد من كل مقاس واحد بس، ما باخدش اكتر من كده. نيجي بعد كده بقى بيقول لي ايه، ما هي استخدامات خرائط الرقابه على ايه الجوده؟ يعني انا بستخدم خرائط الرقابه على الجوده دي في ايه؟ تعالوا نشوفها كده مع بعض. اول حاجه تحديد المقدره الحقيقيه لعمليات الانتاج، لازم بحدد من خلالها المقدره الحقيقيه لعمليات ايه الانتاج. تاني حاجه تعد مرشد نحو التعديل والتطور من اجل تحسين مخرجات الجوده للعمليات الانتاجيه، يعني هي بترشدني لايه للتعديل والتطوير من اجل تحسين مخرجات الجوده للعمليات الانتاجيه. بالخريطه اللي انا حطاها دي تعتبر ايه بتساعد في ايه في تحسين
مخرجات الجودة للعمليات الإنتاجية. شوف شوف اللي بعده. تعمل على الرقابة على المخرجات، بمعنى أنها توضح الحالة الحالية للمخرجات وأعطاء التحذير المبكر للاختلافات المؤثرة في هدف الجودة. يعني الخرايط دي بتعمل لي إيه؟ بلحق بيها الإيه؟ المخرجات، يعني قبل ما الحاجة تخرج في المنتج يخرج في شكله النهائي، بتديني تحذير ان انا ايه لو في خلل او في اختلاف بع ايه بصلحه قبل ما ايه ما يحصل ايه المنتج يخرج كامل، بحيث ان هي يحصل ايه يحصل تديني المؤثر في هدف الجودة، ان ايه المؤثر بتاعي ان الجودة تطلع ايه بصورة جيدة. دي الرقابة اللي هي على المخرجات. شوف اللي بعده. اذكر 6 من مواصفات الخيوط المطابقة للجودة. اذكر 6 من مواصفات الخيوط المطابقة للجودة. احنا قلنا ان الخيوط دي ليها مواصفات علشان اقدر اعمل بيها المنتج. الخيوط اللي انا بستخدمها في المنتج ليها مواصفات. ايه هي بقى مواصفاتها؟ تعالوا نشوفها مع بعض كده. القوة والمتانة العالية، المرونة المناسبة، مقاومة درجات الحرارة عند كيها بالمكاوي اليدوية أو المكابس البخارية. يبقى أول حاجة القوة والمتانة، لازم الخيوط دي يبقى فيها قوة ومتانة عالية. المرونة المناسبة، مقاومة درجات الحرارة عند كيها بالمكاوي اليدوية أو إيه أو المكابس البخارية. المقاومة الجيدة للاحتكاك، يجب أن يكون قطر الخيط منتظم ويمكنه عمل عروة واضحة أثناء تكوين الغرزة الحياكة. ثبات الألوان بعد الصباغة. أقولها تاني. المقاومة الجيدة للاحتكاك، يجب أن يكون قطر الخيط منتظم ويمكنه عمل عروة واضحة أثناء تكوين الغرزة غرزة الحياكة. ثبات الألوان بعد الصباغة. الانكماش المنخفض أثناء الغسيل والكي. نسبة استطالة الخيوط، يجب أن تكون مساوية لنسبة استطالة القماش. يجب أن تكون الخيوط موائمة ومناسبة لملء فراغات الإبرة داخل القماش. هنا دي المواصفات بتاعة الخيوط. هناخد آخر سؤال وهنختم بعد كده. اذكر المستويات المختلفة مستوى لمنتجات الملابس الجاهزة مع الشرح. ايه هي المستويات المختلفة لمنتجات الملابس؟ المستوى المنخفض الأدنى بيكون المعيار الرئيسي هو السعر الأقل، وتصنع المنتجات بصفة عامة في البلاد ذات التكلفة المنخفضة، وتكون معدة للتسويق على نطاق واسع، ولا ترتبط هذه المنتجات في الأغلب باسم إيه؟ التجار. يبقى أول حاجة المستوى المنخفض، ماشي، بتعتمد على إيه؟ مستوى الجودة المطلوب، ما يكون التسليم على فترات طويلة، كمية مصنعة كبيرة جدا، موديلات غير متنوعة. دي من أسباب انخفاض الأسعار. تاني حاجة المستوى المتوسط، ده بيتيح أفضل موائمة من العوامل اللي زي الجودة والسعر ومدة التسليم. خلاص، وبيعتمد على سعر متوسط ومستوى الجودة الصحيح، سماحات قصيرة في أوقات التسليم، وكمية المصنعة ما تتراوح بين 1000 و1500 قطعة، وتنوع موديلات المنتج يتراوح بين المتوسط والكبير. والمستوى المرتفع، طبعا انا برتفع بسعر القطعة وده بيتناسب مع السوق، ماشي. الكمية المصنعة صغيرة جدا. من احنا كده هنكتفي بالاسئلة اللي احنا عرضناها عليكم. اتمنى تكون الحلقة النهاردة استوعبتوا الاسئلة اللي احنا اديناها، واتمنى لكم التوفيق والنجاح، وان شاء الله في الامتحان هتلاقوا بعض الاسئلة اللي احنا اديناها النهاردة موجودة في الامتحان. نركز في الإجابة ونركز في الأسئلة، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. أراكم على خير.